بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بجامعة الدمام، وكالة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. دي محاضرتنا الرابعة، هنكمل فيها اللي بدأناه في المحاضرة الثانية والمحاضرة الثالثة. نفتكر سريعا كده احنا أخدنا ايه في المحاضرة الثانية وفي المحاضرة الثالثة. الحقيقة احنا بدأنا في الموضوع الأول. الموضوع الأول بيتكلم عن مفاهيم إدارة الإنتاج والعمليات. أول نقطة أخذناها في الموضوع الأول كانت نشأة وتطور إدارة الإنتاج والعمليات. ناقشنا في النقطة دي 7 مراحل. يبقى أخذنا 7 مراحل تطورت فيها إدارة الإنتاج والعمليات. أول مرحلة من هذه المراحل كانت الإنتاج المنزلي، هو نشوء المنتهك. آخر مرحلة كانت ثورة الخدمات وإدارة العمليات. زي ما قلنا قبل كده إنه في المرحلة دي عرفنا إن إدارة العمليات لفظ بديل لإدارة الإنتاج والعمليات، لفظ بديل لإدارة الإنتاج، بس كلهم يعني إدارة المنظمات التي تقدم خدمات أو تقدم سلع. ده بالنسبة لأول نقطة، وهي نشأة وتطور إدارة الإنتاج والعمليات. النقطة الثانية اللي قلناها كانت مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات. قلنا مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات حاجتين. قلنا مفهوم الإنتاج، واتكلمنا ساعتها عن مفهوم الإنتاج من وجهة نظر الاقتصادية، ومفهوم الإنتاج من وجهة النظر الإدارية. قلنا إن الجماعة بتوع الاقتصاد بيقولوا إنه الإنتاج هو التقديم أو خلق منافع شكلية، منافع مكانية، منافع زمنية، منافع حيازية. الجماعة بتوع الإدارة أو رجال الإدارة قالوا إن الإنتاج عبارة عن خلق منافع شكلية فقط، لو تفتكروا. النقطة التانية اللي اتكلمنا فيها جوه مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات هي مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات. قلنا في النقطة دي مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات، وعرفنا من خلاله إن مدير الإنتاج والعمليات بيقوم ب3 مراحل أو 3 حاجات مهمة جدا، هي التخطيط والتنظيم والرقابة. وعرفنا في مرحلة التخطيط بيعمل ايه بالظبط في نظم الانتاج او في نظام الانتاج، في مرحلة التنظيم بيعمل ايه، في مرحلة الرقابة بيعمل ايه. النقطتين دول احنا قلناهم في المحاضرة التانية. بعد كده بدأنا في المحاضرة التالتة، في النقطة التالتة، وهي مفهوم نظم الانتاج. اتكلمنا في مفهوم نظم الانتاج عن حاجتين الحقيقة. اتكلمنا عن مفهوم النظام عموما، عرفنا يعني ايه نظام واخدنا امثلة عليه، وعرفنا يعني ايه نظام مفتوح، يعني ايه نظام مغلق. بعد كده عرفنا مفهوم نظام الانتاج، وعرفنا ان نظام الانتاج بيتكون من اكتر من حاجة، بيتكون من مدخلات، بيتكون من عمليات، بيتكون من مخرجات، آخر حاجة عندنا اسمها تغذية عكسية أو معلومات مرتدة. وعرضنا وقتها فيديو وشوفنا إيه هي المدخلات في نظام الإنتاج اللي كان في الفيديو، إيه هي العمليات، إيه هي المخرجات. عرفنا إزاي ممكن تكون المعلومات تغذية مرتدة لمرحلة العمليات أو مرحلة المدخلات مرة أخرى. الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت، يبقى دي كانت تالت نقطة في الفصل. طيب النقطة الرابعة اتكلمنا فيها عن ايه؟ النقطة الرابعة اتكلمنا فيها عن تقسيم النظم الانتاجية او تقسيم نظم الانتاج. قلنا ان احنا عندنا نوعين من الانتاج وفقا لأساس النمطية، انتاج نمطي، وعرفنا يعني ايه انتاج نمطي، وقلنا ان احنا عندنا انتاج متنوع. فرقنا ساعتها ما بين الانتاج النمطي والانتاج المتنوع. النقطة الخامسة اتكلمنا فيها عن تقسيم الصناعات.
ساعتها قسمنا الصناعات إلى نوعين. النوع الأول هو صناعات استخراجية، وقلنا إن الصناعات دي بيتم من خلالها استخراج معادن أو سوائل أو غاز، معادن زي الحديد، سوائل زي البترول، غاز زي الغاز الطبيعي، سواء من تحت الأرض أو من فوق الأرض أو من مناجم سطحية سميناها ساعتها أو مناجم غير سطحية أو تحت السطحية. يبقى أول نوع كان الصناعات الاستخراجية. طب النوع التاني هو الصناعات التحويلية. ساعتها قلنا إن احنا هنقسم الصناعات التحويلية، ودي بيتم من خلالها تحويل المواد أو تحويل مواد معينة من خلال التحويل الميكانيكي أو التحويل الكيميائي. ساعتها فرقنا ما بين التحويل الميكانيكي والتحويل الكيميائي إلى منتجات تمت الصنع. قلنا إن احنا عندنا من خلال الصناعات التحويلية، أو ممكن أقسم الصناعات التحويلية من خلال مبدئين: التقسيم الرأسي والتقسيم الأفقي. وفقا للتقسيم الرأسي قسمنا الصناعات التحويلية إلى صناعات ثقيلة أو أساسية، وإلى صناعات خفيفة أو استهلاكية، وعرفنا الفرق بينهم. أفكركم، صناعات تقيلة زي صناعة الآلات، أنا بصنع آلات مش علشان أبيعها للمستهلك نهائي، أنا بصنع آلات علشان أديها لمصنع يستخدمها في العمليات الإنتاجية. يبقى قلنا إن الصناعات التقيلة منتجها بتستخدمه مصانع أو منظمات أخرى. طب الصناعات الخفيفة والاستهلاكية زي صناعة الملابس، صناعة الأحذية، صناعة المواد الغذائية، الصناعات دي موجهة إلى المستهلك النهائي. طب التقسيم الأفقي، قسمنا الصناعات وفقا للتكنولوجيا اللي بتستخدمها، إلى صناعات غزل ونسيج وملابس، إلى صناعات معادن حديد وصلب ونحاس وألومنيوم، إلى صناعات منتجات معدنية، يعني منتجات من الحديد أو منتجات من الألومنيوم أو منتجات من النحاس، وغيرها من الصناعات وفقا للتقسيم الأفقي. يبقى قلنا 5 نقط: نشأة وتطور إدارة الإنتاج والعمليات، مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات، دي كانت في المحاضرة الثانية. قلنا بقى في المحاضرة الثالثة 3 نقط: مفهوم نظم الإنتاج، قلناه تقسيم نظم الإنتاج أو النظم الإنتاجية، تقسيم الصناعات. ده كان في المحاضرة الثالثة. النهاردة إن شاء الله نبدأ في محاضرتنا الرابعة بالموضوع السادس في الموضوع الأول، أو النقطة السادسة في الموضوع الأول. طيب إيه هي النقطة السادسة؟ الحقيقة النقطة السادسة هنتكلم فيها عن مهام إدارة الإنتاج والعمليات. هي إدارة الإنتاج والعمليات إيه المهام اللي بتقوم بيها داخل المنظمة؟ إدارة الإنتاج والعمليات بتقوم بأكتر من مهمة. قسمنا المهام دي إلى نوعين: مهام دورية بتقوم بيها بصفة دورية كل شهر، كل شهرين، كل أسبوع، كل سنة، أهم حاجة إنه بتقوم بيها بشكل دوري. النوع التاني مهام مستمرة، يعني بتقوم بيها كل دقيقة، كل لحظة، كل يوم، كل ساعة. يبقى عندنا مهام دورية ومهام مستمرة. طيب المهام الدورية زي مهمة إيه؟ زي مهمة الاختيار. طيب إدارة الإنتاج والعمليات بتقوم بشكل دوري بعملية اختيار. بتختار إيه بالظبط؟ أول حاجة هي اختيار المنتجات. اختيار المنتجات إزاي؟ المصنع بتاعنا ممكن يكون عنده منتج ألف، ممكن يكون عنده منتج ب، ممكن يكون عنده منتج ج. جميل، ممكن نلاقي إنه في حالة وجود التلات منتجات المصنع بيحقق خسائر، لأن المنتج ج ده بيحقق خسائر. طيب يبقى أنا محتاج أختار منتجين وهما المنتج ألف والمنتج ب واستغنى عن المنتج ج. الحقيقة إدارة الإنتاج والعمليات بتقوم بمجموعة من الحسابات. طيب أنا لما استغنى عن المنتج ج، أنا إجمالي أرباحي دلوقتي ممكن تكون 100,000، ده إجمالي الربح. طب في حالة إلغاء المنتج ج اللي بيحقق خسائر أصلا، ممكن ألاقي إجمالي الربح بتاعي بقى 80,000. طب إزاي وأنا أصلا لغيت منتج خسران؟ الحقيقة المنتج الخسران ده كان بيساهم في تغطية تكاليف تسمى التكاليف الثابتة للمصنع، مع إنه كان بيحقق خسائر، بس بيساهم في التكاليف الثابتة مع المنتج ألف والمنتج ب والمنتج ج. فلما لغيت المنتج ج، مساهمته
أو تغطيته لجزء من التكاليف الثابتة راحت، فالتكاليف الثابتة كلها اتحملت على المنتج ألف والمنتج ب، فده أدى إلى إنه أرباح المصنع بقت 80,000 بس. طيب أنا في الحالة دي هاخد قرار بالإبقاء على المنتج، هيظل عندي ألف وب وجيم. أنا ممكن كإدارة إنتاج وعمليات أقوم بالعملية دي كل شهر كل شهرين حسب وضع كل منتج من المنتجات ألف وب وجيم. جميل، ده بالنسبة للمنتجات الحالية أو اختيار تشكيلة المنتجات. طب ما أنا ممكن يكون قدامي بدائل إن أنا أنتج منتجات جديدة. لو أنا بنتج المنتج ألف وبنتج المنتج ب وبنتج المنتج ج، ممكن أضيف منتج جديد من 3 منتجات س وص وع. طب أختار أي منتج فيهم، س ولا ص ولا ع؟ الحقيقة إدارة الإنتاج والعمليات بيقع على عاتقها اختيار المنتج الجديد س أو ص أو ع. هيحقق منافع جديدة للشركة، هيحقق أرباح ولا هيحقق خسائر مع تشكيلة المنتجات العادية؟ وده هنشوفه بالتفصيل إن شاء الله خلال الموضوعات أو خلال الفصول الجاية. يبقى أول مهمة دورية هي الاختيار، منها اختيار المنتجات. طب إيه تاني؟ اختيار الآلات والمعدات. جميل، يعني إيه اختيار الآلات والمعدات؟ بشكل دائم الآلات والمعدات الموجودة عندي في السوق أو في المعارض بتتغير التقنية اللي بتستخدمها. يعني ممكن يكون عندي آلة ألف بتنتج منتج معين الشركة بتقدمه للمستهلكين، هو المنتج صاد مثلا، وموجود عندي في السوق آلة ب ممكن أستخدمها في إنتاج نفس المنتج، وموجود عندي في السوق الآلة جيم برضو ممكن أستخدمها في إنتاج نفس المنتج وهو المنتج صاد. طيب أنا أشتري بقى آلة ألف ولا أشتري الآلة ب ولا أشتري الآلة جيم، ولا المفروض أعمل دراسة من خلالها أحدد أنهي آلة أفضل، أنهي آلة هتحمل المنظمة تكاليف أقل ونحصل منها على عائد أعلى وهتنتج المنتج بجودة أعلى وخلافه. يبقى مهم اختيار الآلات والمعدات التي تستخدم في العملية الإنتاجية. المهمة دي بتقع أيضا على عاتق إدارة الإنتاج والعمليات، والحقيقة دي مهمة دورية بتقوم بيها كل فترة، لأنه الآلات إما بيتم إهلاكها أو بينزل نوع جديد من الآلات، فأنا المفروض أحدث الآلات بتاعتي علشان أقدر أواكب المنافسة. ما ينفعش يبقى عند منافس ليا آلات أفضل من الآلات اللي أنا بستخدمها في الإنتاج. يبقى المهام الدورية أول مهمة منها الاختيار، بختار المنتجات، بختار الآلات والمعدات أنا كإدارة إنتاج وعمليات. طب إيه المهمة الدورية التانية؟ المهمة الدورية التانية هي التصميم. بصمم إيه بالظبط؟ بصمم المنتج. الحقيقة كل منتج حضراتكم بتشتروه سواء كان المنتج ده موبايل أو كان المنتج ده استهلاكي حتى زجاجة زيت أو كان المنتج ده سيارة، سواء الموبايل أو سواء زجاجة الزيت أو سواء السيارة يجب تصميمها بشكل معين بأبعاد معينة. الموبايل المفروض إن أنا أصممه يعمل بشكل معين. طب مين اللي بيقع على عاتقه تصميم الموبايل أو حتى زجاجة الزيت اللي هنشتريها في مصنع زيت أو تصميم السيارة أو حتى تصميم الخدمة اللي حضرتك هتحصل عليها لما تكون في مطعم؟ في مطاعم معينة أنا ممكن أدخل أحاسب الأول، وبعد ما هحاسب هيجيلي اللي أنا طلبته لحد الترابيزة اللي أنا قاعد عليها. في مطاعم تانية أنا بدخل بيجيلي حد بيشوف طلباتي إيه، بعد كده بينزل لي الحاجة اللي أنا طلبتها، بعد كده هو بيحاسبني. يبقى حتى الخدمة اللي ممكن تتقدم لي في مطعم أو حتى الخدمة اللي ممكن تتقدم لي من خدمة اتصالات بنشوف باقات كتير جدا، ما ده يعتبر تصميم لخدمة الاتصالات اللي أنا هحصل عليها. يبقى سواء كنت هصمم سلعة أو كنت هصمم خدمة، مهمة التصميم دي بتقع على عاتق إدارة الإنتاج والعمليات. يبقى قلنا مهام دورية، مهام مستمرة. المهام الدورية زي الاختيار، اختيار منتجات، اختيار الآلات والمعدات. زي المهمة التانية هي التصميم، أول حاجة فيها هي تصميم المنتجات. طب الحاجة التانية هي تصميم مراحل الإنتاج. هو أنا لو هنتج منتج معين، يبقى أنا لو هنتج منتج معين
ليكن المنتج ألف مثلا. المنتج ألف ده عبارة عن قلم، ده القلم، والمفروض إن فيه لباسة بتتحط على القلم كده. جميل. الحقيقة ممكن أقسم مراحل الإنتاج دي بشكل معين يتلائم مع تصميم المنتج. إزاي الكلام ده؟ أنا ممكن أصمم المنتج بتاعي قلم، جزء كده من جسم القلم، وفي جزء تاني بيركب فيه هنا، وبعدين في باقي القلم جوه مع السن. يبقى أنا هنتج الجزء الكبير من القلم في مرحلة، هنتج الجزء الصغير اللي بيركب في الجزء الكبير في مرحلة تانية، هنتج السن في مرحلة، هنتج الأنبوبة دي في مرحلة، هنتج اللباسة في مرحلة. طيب المراحل دي هيتم تصميمها أو ترتيبها إزاي؟ المهمة دي بتقع على عاتق إدارة الإنتاج والعمليات. جميل. يبقى قلنا من المهام الدورية، أول مهمة هي مهمة الاختيار، اختيار المنتجات، اختيار الآلات والمعدات، التصميم، بصمم المنتجات، بصمم مراحل الإنتاج. طب بصمم إيه تاني؟ بصمم طرق العمل. طيب أنا هشتغل إزاي خلال مراحل الإنتاج؟ نفسر الكلام ده. طيب أنا لو عندي آلة وعندي عامل بيشتغل على الآلة دي، المفروض العامل ده بيمون الآلة بمواد خام. طيب يمونها يدوي، دي طريقة. الطريقة التانية، طب يمونها بحاوية، دي طريقة تانية. طيب يستخدم معدة في التموين، استخدم آلة كده ليها جزء بتشتال بيه، وآليا بيتم رفع المادة الخام وضعها هنا. طب ما دي اسمها طرق العمل. اللي بيقع على عاتقه تصميم طرق العمل علشان أقدر أمون الآلة دي بالمواد الخام من خلال العامل، أيضا هو إدارة الإنتاج والعمليات، وده بشكل دوري من خلال مهمة التصميم، تصميم نظم الإنتاج. فاكرين نظام الإنتاج اللي احنا شفناه مع بعض فيديو؟ كان عندي مدخلات، كان عندي عمليات، وكان عندي مخرجات، وكان عندي حاجة اسمها تغذية عكسية أو معلومات مرتدة. طيب المدخلات دي هتبقى عبارة عن إيه؟ العمليات هتبقى عبارة عن إيه؟ المخرجات هتبقى عبارة عن إيه؟ طب المعلومات المرتدة هترتد مرة أخرى للعمليات إزاي؟ وللمدخلات إزاي؟ وإزاي هنعدل المدخلات والعمليات وفقا للمعلومات المرتدة؟ اللي بيصمم كل الكلام ده هو قسم أو إدارة الإنتاج والعمليات، وبيصمم من خلالها نظم الإنتاج اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. الحاجة اللي بعدها تصميم نظم الرقابة. طيب هيحدد الأول هي إيه نظم الرقابة اللي هيستخدمها. طيب حضرتك هتستخدم نظام الفحص. طب هتستخدم نظام الفحص إزاي؟ هل هتعمل سير كده وهيمر عليه المنتجات أمام جهاز، الجهاز ده يتأكد من إن الأبوات مقفولة كويس، بعد كده جهاز تاني يتأكد إن وزنها مظبوط، جهاز تالت يتأكد إنه الحجم أو التصميم مظبوط، وهكذا. دي طريقة. الطريقة التانية، أنا ممكن أوقف عامل على السير ده ومن خلال جهاز معين يفحص كل منتج ويتابع حاجات معينة بعينيه، الجهاز الفحص مش هيقدر يفحصها. يبقى كده أنا صممت نظام فحص آخر. ممكن أصمم نظام فحص تالت، نظام فحص رابع. أهم حاجة إنه اللي بيصمم نظم الرقابة أو نظم الفحص المستخدمة في نظم الرقابة على جودة المنتجات هو إدارة الإنتاج والعمليات. طيب المهام الثالثة أو النوع الثالث من المهام هو الاستحداث. استحداث يعني الحقيقة أنا ممكن أكون بستخدم آلات، بس ممكن ينزل آلات حديثة فأضطر إلى إنه أستغنى عن الآلات دي وأشتري آلات جديدة. ممكن أكون بستخدم أسلوب معين، أضطر إن أنا أستغنى عن الأسلوب ده وأستخدم أسلوب جديد. طيب
يبقى الاستحداث هو مراجعة نظم الإنتاج اللي عندي، سواء كانت مدخلات أو كانت عمليات أو كانت مخرجات، في ضوء أكتر من حاجة. أول حاجة الابتكار أو الابتكارات والاختراعات الفنية. وأدي لكم مثال: أيام زمان مصانع تشكيل المعادن كانت تجيب لوح الحديد كده، ده لوح حديد حجمه كبير، تمام، وبعدين علشان تقطعه كانت بتستخدم مقصات ضخمة جدا ووزن جدا، وزن كبير جدا، وكان بياخد وقت المقص يقص لوح الحديد اللي ممكن يكون سمكه 3 ملي أو 4 ملي، ودي عملية صعبة شوية. طيب، مع ابتكار الليزر بقى في آلة دلوقتي أو مقص بالليزر بيعدي خط ليزر أو ضوء الليزر على الجزء الحديد ده، بيقطعه بشكل أكتر دقة في أقل وقت ممكن، أقل بكتير من المقص العادي، فده هيتيح لي إن أنا أنتج عدد وحدات أكبر أو عدد وحدات أكتر، لأني هقص الحديد بشكل أسرع. يبقى أنا استبدلت الآلات أو عملت عملية استحداث نتيجة إن أنا رجعت نظام الإنتاج بتاعي، وفي نظام الإنتاج بتاعي حاجة اسمها آلات من ضمن المدخلات أو التكوين الرأسمالي زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وعملت عملية تغيير للكلام ده وفقا للابتكارات والاختراعات الفنية الموجودة. طيب، نتائج البحوث والدراسات. يعني إيه نتائج البحوث والدراسات؟ أنا ممكن أكون بنتج منتج غذائي، بنتج مياه، وبستخدم حاويات من نوع معين من البلاستيك. طيب، لما تتنشر بحوث ودراسات بتقول إن البلاستيك ده لو اتعرض لدرجة حرارة مرتفعة مع وجود المياه جواه بيفرز أو ممكن ينشأ مواد سامة. طيب، ما انا لو ملحقتش وطورت المنتج بتاعي واستخدمته وعدلت نظام الانتاج بتاعي وبدلت المواد الخام اللي بتؤدي الى وجود مواد سامة بمواد اخرى، ما ده ممكن يخلي العملاء ما يشتروش المنتج بتاعي. يبقى انا هبدل جزء في نظام الانتاج بتاعي هو المواد الخام نتيجة ابحاث معينة او نتائج دراسات معينة. الحاجة اللي بعدها هي مدى نجاح او فشل المنتجات الحالية. أنا لو قدمت منتج والمنتج ده كان منتج فاشل، المبيعات منه منخفضة، والمخزن بتاعي مليان إنتاج ومش قادر أبيعه، ما بيتسحبش على الرف، العميل بيدخل بيلاقي المنتج بتاعي ودي المنتجات المنافسة، ياخد المنتجات المنافسة ويسيب المنتج. يبقى إذن المنتج أو المخرجات الخاصة بنظام الإنتاج بتاعي فيها مشكلة، الناس بتشتري المنتجات الخاصة بالمنافسين وبتسيب المنتج بتاعي. يبقى أنا المفروض أراجع نظام الإنتاج أشوف إيه المشكلة فيه، هل المنتج ده فيه عيوب نتيجة إن الآلات بتاعتي فيها مشاكل أو عمليات التحويل فيها مشاكل. يبقى أنا نتيجة نجاح أو فشل أو مراجعة نجاح أو فشل المنتجات بتاعتي ممكن أقوم بعملية استحداث أو تجديد في نظام الإنتاج، أغير آلات، أغير عمليات معينة، أغير نظم رقابة إلى آخره. يبقى من مهام إدارة الإنتاج والعمليات مهام دورية. مهام دورية زي إيه؟ زي الاختيار، قلنا زي التصميم، زي الاستحداث. طيب، إيه هي المهام المستمرة اللي بيتم القيام بيها بشكل دائم؟ هي الرقابة. يبقى المهام المستمرة اللي بيتم القيام بيها بشكل دائم هي الرقابة. الرقابة بيتم من خلالها تحديد مسؤوليات الإنتاج. هنا المفروض أنتج كم وحدة؟ عدد الوحدات المطلوب إنتاجها. طيب، خلال فترة زمنية قد إيه؟ إيه الفترة اللي المفروض أنتج عدد الوحدات خلالها؟ إيه هو مستوى الجودة؟ طيب، أنا بعمل الكلام ده ليه؟ علشان لما أجي أعمل رقابة أشوف عدد الوحدات المنتجة. ما دي المسؤولية أو مسؤولية إدارة الإنتاج 1000 وحدة. طب عدد الوحدات اللي أنتجتها كام؟ 800. يبقى فيه دلوقتي انحراف، مقداره 200 وحدة. طيب، أنا قلت هنتج 1000 وحدة خلال شهر، يعني
تحديد عدد الوحدات مع الفترة الزمنية. طيب مستوى الجودة، هشوف مستوى الجودة المحقق واشوف فين انحراف ولا لا الى اخره. يبقى الرقابة بيتم من خلالها تحديد مسؤوليات الانتاج، بيتم من خلالها تحديد مستويات المخزون. يعني ايه مستويات المخزون؟ الحقيقة اي منظمة فيها اكتر من مستوى من مستويات المخزون. في عندنا مستوى مهم قوي اسمه نقطة إعادة الطلب، في عندنا مستوى تاني اسمه الحد الأدنى للمخزون. يبقى في المهام المستمرة لإدارة الإنتاج والعمليات، في عندنا حاجة اسمها الرقابة بيتم من خلالها تحديد أو بيتم فيها تحديد مستويات المخزون. ايه نقطة إعادة الطلب؟ تعالوا ناخد مثال عام. نفترض إن حد من حضراتكم كلنا بنستخدم مياه صحية في البيت. المفروض إن استهلاكي في اليوم 4 عبوات. جميل. لما بيبلغوني في البيت إن هما محتاجين مياه، انا باخد وقت شوية على ما اشتري، لان يوم مشغول يوم مش مشغول باخد 3 ايام. جميل. الحقيقة ممكن اروح اشتري وما الاقيش النوع او العبوات اللي انا بشتريها موجودة، فارجع من غير المية. فعشان كده بحتفظ بمستويين في البيت. المستوى الاول هو نقطة عدد الطلب، المستوى اللي تحته هو الحد الادنى للمخزون، بيسموه مخزون الطوارئ. ليه بقى؟ تعالوا نشوف المثال اللي احنا قلناه. هو انا لو بستخدم 4 عبوات في اليوم، يبقى على ما اشتري مية جديدة لازم يكون عندي مية في البيت قد ايه؟ ما انا بستهلك بفضل 3 ايام وفي اليوم بستهلك 4 عبوات، يبقى المفروض يكون في البيت 12 عبوة. علشان لما يطلب مني مية أنا هاخد 3 أيام، كل يوم بنستهلك 4 عبوات، يبقى لازم يكون 12 عبوة. يبقى المفروض يطلب مني المية وأنا عندي 12 عبوة في البيت، علشان أنا هتأخر، فخلال الفترة اللي هتأخرها 3 أيام يكون موجود مية في البيت نقدر نستهلكه. جميل. طب سؤال بقى، نفترض إن أنا بعد ما ال3 أيام خلصوا رحت علشان اشتري المية ما لقيتش مية موجودة، يبقى كده البيت هيفضل من غير مية ودي مشكلة. يبقى كان المفروض احتفظ بحاجة اسمها الحد الأدنى للمخزون، وده ممكن يكون 8 عبوات. جميل. يبقى دايما لازم يكون عندي 8 عبوات حد أدنى للمخزون، ما وصلش لمرحلة الصفر خلال ال3 أيام. طب هما ال3 أيام بحتاج فيهم كام عبوة؟ 12. يبقى 8 و12 20 عبوة. يبقى المفروض يطلب مني وأنا عندي في البيت 20 عبوة مية، عايزين مية. أنا هقعد 3 أيام، ال3 أيام سيتم استهلاك 12 عبوة فيهم، فمستوى المخزون هينزل لـ8، وده مخزون الطوارئ. طب هينزل لـ8 ليه؟ لان انا ممكن اروح اشتري ميه خلال ال3 ايام وما اجيبش الميه، ما الاقيش النوع موجود او ما الاقيش الماركه موجوده، يبقى هستخدم ال8 عبوات اللي هما مخزون الطارئ. نفس الحكايه موجوده في المصنع، يبقى عندي مخزون اسمه الحد الادنى ممكن يكون 1000 وحده في المصنع، ده الحد الادنى. وعندي مستوى اخر من المخزون اسمه نقطه اعاده الطلب. نقطة عدد الطلب ده ممكن يكون 3000 وحدة. طب أنا بحتفظ بالمستويين ليه؟ نقطة عدد الطلب بطلب فيها المادة الخام اللي عندي منها 3000 وحدة، فالمورد بيستغرق فترة علشان يوصل لي المنتجات اللي أنا طلبتها، فخلال الفترة دي هكون نزلت من 3000 وحدة لـ1000 وحدة. 1000 وحدة ده الحد الأدنى. طب أنا بحتفظ ليه؟ نفترض إن المورد وهو عربيته جاية في الطريق حصل لها مشكلة، اتقلبت مثلا او اتحرقت، المصنع بتاعي يقف. لا، عندي حاجة اسمها الحد الادنى للمخزون 1000 وحدة. طب مين اللي بيحدد ال3000 وحدة؟
ده المستوى الأول. مين اللي بيحدد القلب في وحدة؟ ودي المستوى الثاني، إدارة الإنتاج والعمليات من خلال مهمة مستمرة اسمها الرقابة، بيتم من خلال تحديد مستويات المخزون. المهمة الثالثة من خلال الرقابة هي مراقبة الجودة. يبقى المهمة الثالثة هي مراقبة الجودة. طيب مراقبة الجودة زي ما قلنا من شوية بيتم من خلالها التأكد، يبقى في مراقبة الجودة بيتم من خلالها التأكد من إنه الإنتاج تم إنتاجه بالمواصفات المطلوبة. يبقى ده المقصود بمراقبة الجودة، ودي بتتم بشكل مستمر. كل وحدة المفروض تطلع عندي، وحضراتكم بسيطة على أي منتج بتشتروه هتلاقوا عليه ستيكر كده مكتوب عليه كيو سي كواليتي كنترول، يعني ده مر على مرحلة مراقبة الجودة. يبقى كل منتج بيطلع من عندي أنا بقوم بعملية رقابة، بتأكد من إن المنتج ده مطابق للمواصفات وهيرضي العميل إن شاء الله. تمام، يبقى إحنا كده قلنا إنه إدارة الإنتاج والعمليات بيطلب منها القيام بمجموعة من المهام، منها مهام دورية ومنها مهام مستمرة. مهام دورية زي مهمة الاختيار، مهمة التصميم، مهمة الاستحداث، ومهام مستمرة زي الرقابة. وشفنا إن كل حاجة من الحاجات دي تابع ليها مجموعة من الأنشطة أو مجموعة من المهام. يبقى الاختيار بختار منتجات، بختار آلات ومعدات، التصميم بصمم المنتجات، بصمم مراحل الإنتاج، هكذا. دي كانت النقطة السادسة وهي مهام إدارة الإنتاج والعملية. طيب إيه النقطة السابعة في الموضوع الأول؟ ودي آخر نقطة. الحقيقة النقطة السابعة في الموضوع الأول هي أهداف إدارة الإنتاج والعمليات. ليه إدارة الإنتاج والعمليات موجودة في المنظمة؟ ليه بندرس مادة كاملة اسمها إدارة الإنتاج والعمليات؟ الحقيقة علشان إدارة الإنتاج والعمليات ليها أكتر من هدف، والأهداف دي مهمة جدا ويجب تحقيقها بالنسبة لكل منظمة. إيه الأهداف دي؟ أول هدف هو تحقيق الرضا للمستهلكين والعملاء. طيب إزاي إدارة الإنتاج والعمليات بيتم من خلالها تحقيق هدف الرضا للمستهلكين والعملاء؟ الحقيقة النظام الإنتاجي بيسعى إلى رضا المستهلك من خلال إنتاج سلع أو تقديم خدمات بيطلبها ويرغبها العملاء. إزاي؟ أولا نظام الإنتاج بينتج المنتجات، سواء كان المنتج ده سلعة أو كان خدمة، اللي تشبع حاجات ورغبات العملاء. طيب طالما بينتج لي منتج هيشبع حاجاتي ورغباتي، انا كعميل هبقى راضي عن المنتج ولا غير راضي؟ طبعا هبقى راضي، لان المنتج اللي انا بشتريه او المنظمة بتقدمه من خلال ادارة الانتاج والعمليات تم تصميمه وتم وضع المواصفات والشكل واللون والطعم الى اخره اللي انا بفضله او برغبه او اللي بيشبع لحاجاتي ورغباتي. طب ازاي بقى؟ غير إن هي بتقدم منتج بيشبه حاجات ورغبات العملاء، بتسعى إلى تحقيق رضا العملاء والمستهلكين. أول حاجة إن هي بتنتج الكميات المطلوبة. وهنا لو بنتج كميات أقل من حاجة السوق، أنا هرضي جزء من العملاء لأنه هيحصل على المنتجات، إنما جزء آخر هيبقى محتاج المنتج مش هيحصل عليه، وبالتالي هيبقى غير راضي. يعني إيه؟ يعني لو بنتج زبادي وبيطلب 100,000 عبوة زبادي كل يوم، إدارة الإنتاج بتسعى إلى إنتاج الكمية المطلوبة، ده مش الكمية المطلوبة بس، ده في الوقت المناسب. يعني كل يوم هتنتج 100,000 واحدة، مش تنتج 60,000 وتكملها تاني يوم. تمام، يبقى لما تنتج 100,000 وحدة هتشبع رغبات كل العملاء، الجزء ده والجزء ده، وهيكون راضي عن إنتاج الشركة. يبقى الكميات المطلوبة في الوقت المناسب، الجودة المطلوبة. في ناس كتير بتفهم الجودة المطلوبة بشكل خاطئ. المقصود بالإنتاج بالجودة المطلوبة مش الإنتاج بأعلى جودة. ليه؟ الحقيقة ممكن أكون بصنع أكياس بلاستيك،
وهسأل حضراتكم سؤال، أنا لو بصنع أكياس البلاستيك دي علشان هيتم رمي القمامة من خلالها، يبقى لرمي القمامة، هل أنا محتاج أكياس ذات جودة وخامات صحية وخامات جيدة؟ لا، ده أنا محتاج أكياس جودتها منخفضة لأني هستخدمها في القمامة. طيب لو هستخدم الأكياس دي في عملية التسوق جودتها بتبقى أعلى شوية من، طب لو هستخدمها في عملية تخزين الطعام، لا ده أنا محتاج أكياس جودتها أعلى. يبقى إن أنا أقدم للمستهلك المنتج بمستوى الجودة المناسبة، ومش المقصود مستوى الجودة المناسبة هو أعلى جودة، لا، الجودة اللي تناسب احتياجاته ورغباته. أكيد المستهلك ده هيكون راضي، يبقى إدارة الإنتاج بتسعى إلى تقديم المنتجات بالكميات المطلوبة، الوقت المناسب، والجودة المطلوبة. ده مش بس كده، طب أفضل وأرخص الطرق. إن شاء الله نكمل مع بعض موضوعات إدارة الإنتاج، واللي هنعرف من خلالها إن إدارة الإنتاج دايما بتسعى إلى الإنتاج بأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن. حافظ على وقتي، حافظ على المواد الخام إلى آخره. فلما أقدر أنتج منتج أقل تكلفة يبقى هبيعه بسعر أقل، ولما بيعه بسعر أقل ده أكيد هيحقق رضا المستهلكين ولو ملأ. يبقى أول هدف هو تحقيق الرضا للمستهلكين ولو ملأ. ممتاز. طيب إيه الهدف التاني؟ الهدف التاني هو دعم المركز المالي للمنظمة. الحقيقة إدارة الإنتاج والعمليات بتدعم المركز المالي للمنظمة من خلال قيامها بالإنتاج بأقل تكاليف. طب ده بيدعم المركز المالي للمنظمة إزاي؟ أنا لو عندي منتج ببيعه بمية ريال، ده سعر البيع، سعر البيع. المنتج ده التكلفة الخاصة بيه تبقى 80 ريال. لما إدارة الإنتاج والعمليات تقدر تنتج بتكلفة أقل، مش ممكن تقلل التكلفة دي من 80 ل 60 ريال؟ يبقى أنا قللت التكلفة عن طريق إدارة الإنتاج والعمليات، عملت عمليات جدولة، عملت عمليات تخصيص بحيث تقلل التكلفة، تقلل الوقت، فقدرنا نقلل التكلفة من 80 إلى 60. لما كانت التكلفة 80 كنت بحقق ربح 20 ريال. طب لما بقت التكلفة 60، لأ ده أنا الربح بتاعي زاد، الربح بتاعي بقى 40 ريال. لما حقق ربح أكبر يبقى أرباح الشركة هتزيد، فيقوم معدل العائد على رأس المال يزيد. معدل العائد بدل ما كنت بحقق 10% معدل العائد على رأس المال، لا هيزيد، هيبقى 20% أو هيبقى 30%. ده بيؤدي إلى دعم المركز المالي للمنظمة. يبقى زي ما شفنا إدارة الإنتاج والعمليات أحد أهدافها تحقيق رضا المستهلكين والعملاء، بينتجوا بالكميات المطلوبة في الوقت المناسب بالجودة المطلوبة بأفضل وأرخص الطرق. طب يدعمه أو بتدعم إدارة الإنتاج والعمليات المركز المالي للمنظمة من خلال تحقيق وفرات في التكاليف، وتحقيق الوفرات في التكاليف هيؤدي إلى زيادة أرباح المنظمة زي ما شفنا، وده هيؤدي إلى زيادة معدل العائد على رأس المال للمنظمة. طب إيه هو الهدف الثالث؟ الهدف الثالث هو تدعيم المركز التنافسي للمنظمة. إزاي؟ تعالوا نشوف. طالما هدف إدارة الإنتاج إنه ينتج المنتجات بالكمية المطلوبة وفي الوقت المناسب،
وبالجودة المناسبة، وليها هدف أو بتسعى إلى الإنتاج بأقل تكلفة أو بأقل تكاليف. تعالوا نشوف، لو في عميلين، عميل واحد والعميل اتنين، العميل الواحد راح يشتري منتج الشركة سين، دي الشركة المنافسة، هي ما بتنتجش بالكمية المطلوبة، فلقاه خلص، هيلاقي قدامه المنتج بتاعنا، المنتج صاد، هيشتريه. طب العميل اتنين برضه مش هيلاقي منتج المنافس، هيشتري المنتج صاد. يبقى كده العملاء اتجهوا من شراء المنتج المنافس إلى المنتج الخاص بالشركة بتاعتي. طيب يبقى ده بالنسبة للكمية المطلوبة وفي الوقت المناسب. طب الجودة المناسبة، لو حد منهم رايح يشتري أكياس بلاستيك زي ما قلنا من شوية علشان القمامة، لقى إن الشركة الأولى هي الشركة سين بتنتج منتجات بلاستيك جودتها عالية تنفع بس في التخزين، إنما أنا عندي 3 مستويات من الجودة، يبقى هو هيشتري أي منتج فيهم، أكيد هيشتري المنتج بتاعي ويسيب المنتج المنافس. طيب العميل رقم 2، لأ هو محتاج أكياس للتسوق، العميل ده عنده محل وعايز يشتري أكياس علشان يعبي بضائع الناس اللي بتشتريها فيها، مش معقول هيشتري قمامة، الناس مش هتشتري من عنده لأنه الأكياس شكلها مش هيكون مظبوط، أكياس قمامة، ولا هيشتري تخزين طعام لأنه سعرها هيبقى مرتفع. فالعميل التاني برضه هيشتري منتج الشركة بتاعتي نتيجة وجود إدارة الإنتاج اللي أنتجت منتج بالجودة المناسبة. طب أقل تكاليف، من الطبيعي إن منتجي طالما إدارة الإنتاج شغالة عندي كويس هتكون التكاليف بتاعته منخفضة، طالما تكاليفه منخفضة يبقى أنا هبيع بسعر منخفض، وطالما هبيع بسعر منخفض يبقى العملاء كلها تتوجه ليا وهتترك المنتج المنافس. جميل، يبقى زي ما شفنا إن إدارة الإنتاج بيتم من خلالها دعم المركز التنافسي، لأن تخفيض تكاليف المنتج ده هيؤدي إلى بيع المنتج بسعر أقل من المنافسين، ده هيؤدي إلى دعم موقفي التنافسي لأن العملاء هيشتروا المنتج بتاعي هيتركوا منتج المنافس على الرف. الحاجة الأخيرة هي زيادة إنتاجية المنظمة، المقصود بإنتاجية المنظمة هي كمية الإنتاج لفترة معينة. يعني إيه؟ يعني أنا بنتج 1000 وحدة في اليوم، طب لو أنتجت 1200 وحدة في اليوم يبقى إنتاجيتي داخل اليوم ده زادت. زي ما قلنا إن إدارة الإنتاج ممكن تقوم بعملية ترتيب للعمليات، أو ممكن تقوم بعملية تخصيص، أو بتحل مجموعة من المشاكل، فمجموعة المشاكل دي ممكن تخفض وقت الإنتاج، فتخفيض وقت الإنتاج يؤدي إلى زيادة الإنتاجية. إزاي؟ أنا لو بنتج منتج في 2 دقيقة خلال ساعة هنتج كام وحدة؟ هنتج 30 وحدة، 30 وحدة في 2 دقيقة يعني 60 دقيقة يعني ساعة. طب لو قدرت عن طريق إدارة الإنتاج وترتيب العمليات وتخصيص العمليات ومحاولة الإنتاج في وقت أقل أنتج المنتج في 1 دقيقة، أنتج المنتج في 1 دقيقة يعني هنتج 60 وحدة في الساعة، يبقى كده إنتاجيتي زادت من 30 وحدة إلى كام وحدة؟ إلى 60 وحدة، وده أحد أهداف إدارة الإنتاج والعمليات. يبقى إدارة الإنتاج والعمليات بتسعى إلى زيادة الإنتاجية من خلال الإنتاج بأفضل الطرق الممكنة من حيث التكلفة ومن حيث الوقت، وبالتالي بتزيد الإنتاجية. وكده إحنا خلصنا الموضوع الأول. طيب أخدنا في الموضوع الأول كام نقطة؟ نراجع سريع. أول نقطة قلناها كانت نشأة وتطور إدارة الإنتاج والعمليات زي ما قلنا في بداية المحاضرة. النقطة التانية كانت مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات. النقطة التالتة كانت مفهوم النظام الإنتاجي. أخدنا مفهوم النظام بشكل عام، شفنا مكونات أو عناصر النظام الإنتاجي، وبعد كده أخدنا مفهوم النظام الإنتاجي نفسه.
بعد كده قسمنا النظم الإنتاجية إلى إنتاج نمطي وإنتاج متنوع في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة كانت تقسيم الصناعات. زي ما قلنا قسمنا الصناعات لصناعات استخراجية وصناعات تحويلية. قلنا إن الصناعات التحويلية بيتم تقسيمها إلى صناعات ثقيلة أو صناعات أساسية وصناعات خفيفة أو صناعات استهلاكية من خلال التقسيم الرأسي. ممكن أقسم الصناعات التحويلية من خلال التقسيم الأفقي إلى صناعات بتعتمد على نفس التكنولوجيا في كل مجموعة أو كل فئة، زي ما شوفنا المواد الغذائية لوحدها، الغزل والنسيج لوحده وإلى آخره. بعد كده اتكلمنا النهاردة عن مهام إدارة الإنتاج والعمليات. قلنا إن في مهام دورية في مهام مستمرة. شوفنا إيه هي المهام الدورية إيه هي المهام المستمرة. بعد كده اتكلمنا عن أهداف إدارة الإنتاج والعمليات. قلنا إن إدارة الإنتاج والعمليات 4 أهداف. أول هدف هو تحقيق رضا المستهلكين والعملاء. الهدف التاني دعم المركز المالي. الهدف الثالث تدعيم المركز التنافسي للمنظمة. الهدف الرابع كان زيادة إنتاجية المنظمة. وبكده إحنا انتهينا من الموضوع الأول. نبدأ النهاردة إن شاء الله في الموضوع التاني. الموضوع التاني هنتكلم فيه عن قرارات إدارة الإنتاج والعمليات. نتكلم فيه عن قرارات إدارة الإنتاج والعمليات. في الموضوع اللي فات اللي لسه مخلصينه دلوقتي قلنا ان المهمة الاساسية لإدارة الانتاج والعمليات تتمثل في إدارة عملية التحول الانتاجي، لان احنا قلنا انه تعريف رجال الإدارة للانتاج هو المنفعة الشكلية، يعني تحويل عناصر الانتاج إلى منتج نهائي. جميل. طيب مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات هو إدارة عملية التحويل دي، وده الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. يبقى المهمة الأساسية لإدارة الإنتاج والعمليات تتمثل في إدارة عملية التحويل الإنتاجي. عشان مدير الإنتاج والعمليات يقوم بالمهمة دي قلنا إنه بيمارس 3 وظائف، فاكرينهم؟ تخطيط وتنظيم ورقابة. جميل. علشان يقدر يقوم بكل وظيفة من هذه الوظائف، سواء كانت تخطيط أو تنظيم أو رقابة، لازم ياخد مجموعة من القرارات، والقرارات دي بيتم من خلالها تحقيق أهداف النظام الإنتاجي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني علشان مدير الإنتاج والعمليات يقوم بوظيفة التخطيط أو يقوم بوظيفة التنظيم أو يقوم بوظيفة الرقابة. تعالوا مثلا ناخد وظيفة الرقابة. وظيفة الرقابة من خلالها المفروض أقوم بعملية مراقبة الجودة. مدير الإنتاج والعمليات هياخد أكتر من قرار، لازم ياخد قرار يتم من خلاله اختيار نظام مراقبة الجودة المناسب. لو تفتكروا كده، هيختار نظام الفحص والتفتيش ولا يختار نظام الضبط المتكامل، لأنه الكلام ده احنا قلناه قبل كده، ولا يختار الرقابة الإحصائية أو استخدام الأساليب الإحصائية؟ هيختار ايه بالظبط؟ يبقى كأنه بصدد اتخاذ قرار، وهكذا. هياخد قرارات خاصة بالتنظيم خاصة بالتخطيط. في الموضوع ده ان شاء الله هنشوف بعض المفاهيم الخاصة باتخاذ القرار. ده مش بس كده، ده احنا هناخد اساليب كمية أو أساليب رياضية يمكن استخدامها في اتخاذ القرار المناسب. يبقى كلامنا في الفصل ده مش هيبقى نظري بس، هيبقى فيه جزء نظري هو الجزء اللي أنا بقوله لحضراتكم دلوقتي، وهيبقى فيه جزء عملي إن شاء الله خاص بأساليب كمية يتم من خلالها اتخاذ القرارات في مجال الإنتاج والعمليات. وده مش جديد طبعا، لأن احنا قلنا في مرحلة الحرب العالمية الثانية وبحوث العمليات إدارة الإنتاج في المصانع بدأت تستخدم بحوث العمليات أو أساليب رياضية لحل المشكلات. من ضمن المشاكل اللي بيواجهها مدير الإنتاج والعمليات واتخاذ القرارات، فعشان كده هندرس أساليب كمية تساعد مدير الإنتاج والعمليات في اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة الإنتاج والعمليات. أول حاجة نقولها هي مفهوم القرارات واتخاذ القرارات. الحقيقة اتخاذ القرارات جوهر العملية الإدارية في أي منظمة.
أي مدير أو أي رئيس عمل في أي موقع عمل ما هو إلا صانع قرارات. لو حضرتك في شركة معينة شغال مدير أو رئيس قسم، كل يوم وظيفتك ما هي إلا اتخاذ قرارات. لو تعمل خطة، حضرتك كده بتاخد قرار لأنك بتختار أكتر من خطة. طيب لو بتحدد هدفك، حتى وحضرتك بتحدد هدفك هتاخد قرار لأن هيبقى فيه أكتر من هدف، هتختار منهم هدف معين. حتى لو نزلت على المستوى التكتيكي أو التشغيل، لو في موظف اتأخر، موظف تم عملية تأخير، حضرتك برضه هتاخد قرار. طيب تلفت نظر، تعمل له عملية لفت نظر، ولا تقوم بعملية خصم من الراتب، ولا تكتفي بالحديث أو بالحوار معاه؟ ما حضرتك برضو كده هتختار بديل من التلاتة، يبقى هتاخد قرار. يبقى جوهر العملية الإدارية في أي منظمة هو اتخاذ القرارات. الحقيقة أي قرار بيتم اتخاذه بيترجم إلى أعمال. يعني إيه الكلام ده؟ لو أنا أخدت قرار بشراء آلات جديدة، نفترض مش أنا اللي خدت القرار ده، مدير الإنتاج والعمليات هو اللي أخد القرار ده، يبقى هو أخد قرار شراء آلات جديدة. في أكتر من جهة في المنظمة لازم تنفذ القرار ده أو هتقوم بعمليات عشان تنفذ القرار ده. أولا إدارة الشراء والتخزين، ما هي اللي هتشتري، قسم الإدارة أو الإدارة المالية، ما هي اللي هتوفر الأموال اللازمة لعملية الشراء، قسم الحسابات، ما هيسجل عملية الشراء دفع الأموال ودخول آلة جديدة أو دخول أصل جديد، المخازن، ما المخازن هتستلم الآلة الجديدة. انت مش بس كده، انت المخازن هتعيد تسليمها لقسم الإنتاج. يبقى زي ما شفنا أي قرار بيتم اتخاذه بيترجم إلى مجموعة من الأعمال أو المهام بيقوم فيه أفراد كتيرة في المنظمة بيقوموا بتنفيذها كل في نطاق اختصاصه زي ما شفنا. الحقيقة القرار لفظ بديل للاختيار، يبقى قرار يعني اختيار. طب اختار من ايه؟ الحقيقة اما بختار من الحلول البديلة لمشكلة معينة او بختار سبل العمل المتاحة لتحقيق هدف معين. يعني ايه الكلام ده؟ انا لو باخد قرار، لو القرار خاص بحل مشكلة، حل مشكلة زي ايه؟ حل مشكلة زي انخفاض انتاجية العامل، هلاقي ان قدامي اكتر من طريقة لحل المشكلة دي. ان انا اديله حوافز، ان انا اقوم بعملية تدريب، ان انا استغني عن العمالة لاستغناء وتعيين آخرين. يبقى كانوا في عندي أكتر من اختيار دلوقتي. الاختيارات دي تعتبر طرق أو وسيلة لحل المشكلة اللي عندي، وهي انخفاض إنتاجية العمل. الحقيقة ممكن ما يكونش القرار خاص بحل مشكلة، ده ممكن يكون القرار خاص بتحقيق أو خاص بهدف مراد تحقيقه. لو الهدف المراد تحقيقه هو زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، فنلاقي في أكتر من طريقة ممكن أزود إنتاجيتي من خلالها. أول حاجة هو زيادة عدد العمالة، ودي طريقة أو اختيار. طيب الاختيار التاني هو شراء آلات أكثر. لو اشتريت آلات أكتر، لو عندي آلتين الآلة بتنتج 100 يبقى هنتج 200، هشتري كمان آلة انتج 300، يبقى كده زودت الإنتاجية بتاعتي للمستوى اللي أنا عايزه. يبقى زيادة عدد العمالة أو شراء آلات أكتر أو العمل ساعات إضافية. طب ما دي أكتر من طريقة علشان أقدر أحقق هدف. يبقى دايما القرار إما بيكون اختيار ما بين حلول بديلة لمشكلة معينة،
أو اختيار لسبل أو طرق عمل متاحة لتحقيق هدف محدد. عملية اتخاذ القرار الحقيقة عبارة عن مجموعة متتالية من الخطوات، وحضراتكم أكيد درستم الخطوات دي في مواد أخرى. احنا ناخدها من الناحية أو من ناحية الإنتاج والعمليات أو مدير الإنتاج والعمليات، إيه الخطوات اللي بيقوم بيها عشان يتخذ قرار؟ إيه الخطوات دي؟ هي تحديد المشكلة المطلوب اتخاذ القرار بشأنها أو الهدف المرجح. يعني إيه الكلام ده؟ احنا اتفقنا من شوية انه دائما بيتم اتخاذ القرار اما لحل مشكلة او للوصول الى هدف معين. يبقى انا بتخذ قرار عشان احل مشكلة او اوصل الى هدف معين. اول خطوة هي تحديد المشكلة، ايه المشكلة بالظبط، او تحديد الهدف. الحقيقة الخطوة دي بتاخد 50% او اكتر من وقت صنع القرار، تستهلك وقت كبير لانها مهمة جدا. ليه بقى؟ لان انا لو حددت المشكلة غلط او حددت الهدف غلط، ده هيؤدي إلى إن كل الخطوات وكل المجهود التالي هيتوجه في اتجاه غلط أو في طريق غلط. وتعالوا ناخد أمثلة عامة وأمثلة في إدارة الإنتاج والعمليات. تعالوا نشوف تحديد الهدف الأول. لو حضرتك حددت هدف لنفسك أو حد معين حدد هدف لنفسه إن هو عاوز يمتلك فيلا 28 مليون ريال خلال 10 سنوات، يبقى المفروض ان هو هيشتغل او هينفذ الخطة دي او هيحاول يحقق الهدف ده خلال 10 سنين، خلال 10 سنين، يعني مجهود 10 سنين. ممتاز، يبقى الراجل ده عايز يحقق هدف وهو انه يشتري او يمتلك فيلا 28 مليون ريال. نفترض ان هو فعلا عدى 10 سنين والراجل ده قدر يمتلك الفيلا فعلا، فيلا ب20 مليون ريال، بقت عنده خلاص. بس ممكن بعدها يقعد مع نفسه كده ويقول طيب انا الحقيقة قدرت اشتري الفيلا، بس قصرت في حق اسرتي، قصرت في حقي لنفسي، صحتي تعبت الى اخره. يكتشف في الاخر ان الهدف اللي حدده وهو امتلاك فيلا ب20 مليون ريال كان هدف خاطئ. يبقى هو ضيع 10 سنين من عمره وضيع مراحل تالية لاتخاذ القرار علشان يحقق هدف أصلا الهدف ده كان غلط. طيب تعالوا نشوف مثال بقى في إدارة الإنتاج والعمليات. ممكن يكون هدف إدارة الإنتاج والعمليات هو إنتاج منتج بتصميم معين، وعشان ينتجوا المنتج ده قاموا بالخطوات التالية لاتخاذ القرار. ده مش بس كده، ضيعوا موارد مادية ومالية وخلافه. وبعد ما تم إنتاج المنتج لقوا إن التصميم اللي هو كان هدفهم أصلا لا يشبع حاجات ورغبات الأفراد، يبقى المنتج ده مش هيتباع، ده هيحقق خسائر كبيرة للشركة، تضاع مجهود الشركة عشان هي من الأول حددت هدف غلط. يبقى المرحلة الأولى اللي فيها بيتم تحديد المشكلة أو تحديد الهدف دي ممكن تاخد 50% من الوقت أو أكتر، ودي مش مشكلة الحقيقة إن هي تاخد 50% من الوقت أو أكتر، لأنه لو تم تحديد الهدف غلط زي ما شفنا على المستوى العام أو على المستوى الشخصي أو على مستوى إدارة الإنتاج، ده بيؤدي إلى إهدار موارد كتير لأن أنا مشيت في طريق غلط وحققت هدف مش هدفي أو الهدف كان غلط من البداية. طب في تحديد المشكلة،
الحقيقة أنا لو حددت المشكلة غلط يبقى أنا هحل مشكلة غير المشكلة المقصود حلها. إزاي؟ نفترض إن إحنا عندنا انخفاض في الإنتاجية، العامل كان بينتج في اليوم 100 وحدة، دي إنتاجية العامل الواحد. دلوقتي العامل بينتج 70 وحدة، يبقى كان بيقدر ينتج 100 وحدة، دلوقتي بينتج 70، يعني في انخفاض في الإنتاجية. قلت إن مشكلة انخفاض الإنتاجية هي انخفاض راجع إلى انخفاض كفاءة العاملين أو العمال. وبعدين شفت أكتر من بديل علشان أحل المشكلة دي، قلت إن أنا ممكن أقوم بعملية تدريب، ممكن أقوم بعملية تحفيز، ممكن أقوم بعملية استبدال للعمل أو هكذا، واخترت البديل ده، دربت العمالة. وبعد ما دربت العمالة لقيت المشكلة ما زالت موجودة. ليه بقى؟ لأن أنا عالجت، لقيت مشكلة انخفاض الإنتاجية ما زالت موجودة، لأن أنا عالجت حاجة غلط، حددت المشكلة اللي بيرجع ليها أعراض أو ظاهرة انخفاض الإنتاجية غلط. ممكن تكون المشكلة الحقيقية هي وجود عيوب بالآلات اللي بيستخدمها العامل، مجرد معدل العيوب اللي موجودة في الآلات العامل إنتاجيته هتزيد، ودي المشكلة الصح. يبقى نتيجة تحديد المشكلة غلط ده أدى إلى إني أهدرت وقت وأهدرت موارد، دربت الناس بفلوس وضيعت وقت العمالة، وفي الآخر محلتش المشكلة لأنه تم تحديد المشكلة بشكل خاطئ. يبقى أول مرحلة هي تحديد المشكلة المطلوب اتخاذ القرار بشأنها أو الهدف المراد تحقيقه. تستغرق هذه الخطوة 50% تقريبا من وقت وجهد صنع القرار. الحقيقة الفشل في التحديد الواضح والدقيق للمشكلة المطلوب علاجها، وده الكلام اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي، أو الهدف المراد تحقيقه، يعني إن جميع المراحل التالية سوف تؤدي إلى توجيه الجهود والإمكانيات نحو معالجة مشاكل فرعية، ومش هنعالج المشكلة الأساسية، ومش هنحقق الهدف المراد تحقيقه، احنا ممكن نحدد الهدف غلط. يبقى دي عملية مهمة قوي، ودي مرحلة مهمة قوي، وهي تحديد المشكلة المطلوب إنجازها. هنا لازم نعرف نفرق ما بين حاجتين الحقيقة، الحاجة الأولى هي الظاهرة والحاجة التانية هي المشكلة. طب تعالوا نفهمها الأول ونشوف موجود معانا إيه في السلايدز. إيه الفرق ما بين الظاهرة والمشكلة؟ يمكن أنا أشرت ليها في أول محاضرة لينا لما كنت بقول محتويات المقرر. يبقى عندنا هنا الظاهرة، هنا المشكلة. وهدي لحضراتكم مثال عام وناخد مثال خاص بإدارة الإنتاج والعمليات. الحقيقة الظاهرة دي عبارة عن أعراض أو نتائج. طب الأعراض والنتائج دي أعراض ونتائج لإيه؟ لمشكلة معينة، بنعرف المشكلة على إنها سبب معين يؤدي إلى ظهور نتائج أو أعراض معينة. ناخد مثال، فاكرين لما قلت لكم ممكن يكون حد عنده صداع؟ الحقيقة ده نتيجة أو أعراض معينة. الصداع ممكن يكون لأكتر من سبب، الأطباء بيقولوا فيه أكتر من 100 سبب للصداع. ممكن يكون الصداع ده ناتج عن أنيميا، ممكن يكون ناتج عن ضغط مرتفع، ممكن يكون ناتج عن انخفاض مستوى السكر بالدم، أكتر من سبب. طيب الحقيقة ده عرض من أعراض الإصابة بمشكلة معينة، ممكن تكون المشكلة أو السبب في ظهور الصداع زي ما قلت لحضراتكم ضغط مرتفع. طب إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأنه ما ينفعش في مرحلة تحديد المشكلة أتكلم عن ظاهرة مش عن مشكلة، لأن إحنا كده دلوقتي عرفنا الفرق ما بين الظاهرة والمشكلة، دي أعراض ده سبب. مثال تاني،
ممكن يكون عندي ظاهرة معينة وهي انخفاض الإنتاجية. دي ظاهرة، الإنتاجية قلت من 100 في اليوم للعامل إلى 70. الحقيقة ممكن يكون في أكتر من سبب، بس سببها ممكن يكون عيب في المواد الخام. يبقى أنا لو عالجت العيب اللي موجود في المواد الخام ورجعت المادة الخام للمورد وجبت مادة خام جديدة، ده يؤدي إلى ارتفاع الإنتاجية مرة أخرى. طب تعالوا نشوف، أنا لو جيت أعالج الظاهرة مش المشكلة، إيه اللي ممكن يحصل؟ لو جيت أعالج الظاهرة ممكن أعالج الصداع، ممكن أخد قرص بنادول مسكن 8 ساعات بالظبط، صداع هيرجع تاني. طب لو عالجت المشكلة بقى، أخدت دواء للضغط، لو أخدت دواء للضغط والدواء أدى إلى انخفاض الضغط، المشكلة سيتم علاجها وسيتم اختفاء وحل الظاهرة. يبقى ده الفرق ما بين المشكلة والظاهرة. طيب نشوف احنا موجود عندنا ايه في السلايد. يبقى هنفرق ما بين الظاهرة والمشكلة، اهو مصطلح يستخدم للتعبير عن العلامات او الاعراض او النتائج التي يمكن ملاحظتها في موقف معين، زي ملاحظة مدير الانتاج ان في زيادة في كمية الفاقد اثناء العملية الانتاجية، يبقى دي ظاهرة. طب المشكلة، مصطلح يستخدم للتعبير عن السبب او مجموعة اسباب تكمن وراء الأعراض أو العلامات التي تمثل الظاهرة. طيب ممكن يكون إيه سبب ملاحظة مدير الإنتاج إلى إنه كمية الفاقد زايدة أثناء العمليات الإنتاجية؟ ممكن يكون السبب هو وجود عيوب فنية في الآلات، الآلات فيها مشكلة. يبقى وجود عيب في الآلات بيؤدي إلى تسريب المادة الخام، يبقى في فاقد كتير، أو في عيب في المعدات المستخدمة في الإنتاج، معدة من المعدات اللي العامل بيستخدمها علشان يمون الآلة بالمادة الخام فيها ثقب، أو المعدات فيها ثقوب، فده بيؤدي إلى فقد كمية أكبر من المادة الخام. يبقى الظاهرة ممكن تكون زي زيادة الفاقد. طب السبب، السبب قلنا ممكن يكون عيب في الآلات أو المعدات المستخدمة في الإنتاج. يبقى إحنا دلوقتي قلنا في مفهوم القرارات، قلنا إن القرار عموما هو عملية اختيار. الاختيار ده إما بيكون ما بين حلول بديلة لو أنا بتكلم عن مشكلة أو عايز أخد قرار بخصوص حل مشكلة، ممكن يكون اختيار ما بين سبل للعمل أو طرق للعمل لو أنا بتكلم عن هدف مراد تحقيقه. ده مفهوم القرار. طب عملية اتخاذ القرار، قلنا إن عملية اتخاذ القرار بتتم من خلال مجموعة من المراحل. طيب إيه هي المراحل دي؟ أول مرحلة من هذه المراحل لسه قايلينها حالا هي تحديد المشكلة أو الهدف المراد تحقيقه. ممتاز، يبقى كده إحنا أخدنا عرفنا القرار. دلوقتي بنتكلم عن مراحل اتخاذ القرار، أخدنا أول مرحلة هي تحديد المشكلة. طب إيه هي المرحلة التانية؟ الحقيقة المرحلة التانية هي تحديد البدائل أو سبل العمل التي تكفل علاج المشكلة أو تحقيق الهدف. ناخد مثال، قلنا من شوية إن إحنا كان عندنا ظاهرة، والظاهرة دي كانت عبارة عن زيادة الفاقد، وقلنا إن الفاقد ده ناتج عن وجود عيوب فنية في الآلات والمعدات المستخدمة. طب إيه هي البدائل بقى اللي ممكن نحل المشكلة أو السبب ده بيها؟ يبقى أنا المفروض أحدد البدائل أو طرق الحل عشان بعد كده أختار منها. إيه هي البدائل؟ أول بديل هو إنشاء جهاز فني متخصص للصيانة والإصلاح. يبقى أنا هعمل جهاز فني هيصلح لي الآلات والمعدات اللي فيها عيوب، والعيوب بتؤدي إلى زيادة الفاقد، يبقى كده أنا حليت المشكلة. ده بديل أو أسلوب للحل، حل المشكلة. طب البديل التاني هو استبدال الآلات المعيبة بأخرى جديدة من نفس النوع. بيقول لي اشتري الآلات، بيعها خردة أو بيعها بتمنها الحالي واشتري آلات جديدة من نفس النوع، آلات زي ما هي. يبقى الآلات الجديدة مش هيبقى فيها عيوب، والمعدات الجديدة مش هيبقى فيها عيوب، فده هيؤدي إلى إنه الفاقد هيقل أو هيرجع لمعدله الطبيعي. طب إيه البديل التالت؟ تدريب عمال الإنتاج على اكتشاف
الأخطاء وإصلاح العيوب الفنية بالآلات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا المفروض أدرب العمالة بتاعتي وهو شغال ممكن يكتشف أي عيب في الآلة يؤدي إلى فقد أو زيادة الفاقد، فقد المواد الخام أو زيادة فاقد المواد الخام، وبالتالي المشكلة هتتحل. طب في بديل رابع، إحلال الآلات والمعدات المستخدمة بأنواع أخرى أكثر تطورا. يبقى أنا هبدل الآلات اللي موجودة عندي بآلات جديدة أكثر تطور. خلي بالكم كان في بديل به، هو استبدال الآلات المعيبة بس هجيب آلات زيها. دلوقتي أنا عندي البديل ده، لأ أنا هبيع الآلات القديمة وهجيب آلات أكثر تطور. طب البديل إيه؟ إن أنا معملش أي حاجة وأسيب النظام الحالي زي ما هو. يبقى أنا كده حددت البدايل في المرحلة التانية. يبقى بالنسبة لتعريف أو مفهوم اتخاذ القرارات، إحنا قلنا إنه اتخاذ القرارات ده هيكون من خلال مجموعة من الخطوات. أول خطوة تحديد المشكلة أو تحديد الهدف. طب الخطوة التانية، دي أول خطوة. الخطوة التانية هي تحديد البدائل أو تحديد سبل العمل أو طرق العمل علشان أحل المشكلة أو أحقق الهدف، وأخدنا مثال عليها دلوقتي. قبل ما ننهي المحاضرة، احنا طبعا خلصنا الموضوع الأول، وبعد ما خلصناه قلنا محتويات الموضوع كانوا 7 نقاط. قبل ما أخلص المحاضرة دلوقتي عايز أفكر حضراتكم إن احنا قلنا حاجة بسيطة في الموضوع التاني. الموضوع التاني اتكلمنا فيه عن قرارات إدارة الإنتاج والعمليات. قلنا إن مدير الإنتاج والعمليات أو الإدارة عموما ما هي إلا اتخاذ قرارات. اتكلمنا في الموضوع ده في النقطة الأولى وهي مفهوم القرارات واتخاذ القرارات. أخدنا مفهوم القرار لسه قايلينه دلوقتي، ما هو إلا اختيار، وبعدين بنتكلم عن اتخاذ القرارات. وفي اتخاذ القرارات أخدنا خطوتين. الخطوة الأولى كانت تحديد المشكلة أو تحديد الهدف المراد الوصول إليه. الخطوة الثانية كانت تحديد بدائل حل المشكلة أو طرق لحل المشكلة أو تحديد سبل العمل اللازمة للوصول إلى الهدف. ودي كانت الخطوة الثانية وهي تحديد البدائل أو سبل العمل التي تكفل علاج المشكلة أو تحقيق الهدف. زي ما قلت لحضراتكم هننهي المحاضرة النهاردة. إن شاء الله المحاضرة الجاية نكمل اللي بدأناه، وهي أول نقطة في الموضوع الثاني الخاصة بمفهوم القرارات واتخاذ القرارات. إن شاء الله نشوفكم المحاضرة الجاية. أتمنى إن المحاضرة تكون واضحة. يا ريت يا جماعة نراجع كل اللي أخدناه أول بأول. إن شاء الله مش هياخد منكم وقت، زي ما أنتم شايفين الأمور سهلة وبسيطة إن شاء الله. ونشوفكم في المحاضرة الجاية بإذن الله. شكرا.